اش المشكل اللي عندي انا؟ نسوق واحد السؤال الله يخليك، اجلسي بعد اجلسي. ديالي انا بغيتك الناس اللي عشتي برا كيدير لي محصه يوميه. المهم انا نقول لك علاش، شحال محصه درت لك؟ شحال محصه دوزت لك؟ دوزت لي جوج. هو سمعني جلسي بعدا نتكلم معاك، جلسي بشويه. علاش؟ شكون اللي معايا بعدا؟ انا قلت لك راني مريضه. شكون اللي معايا كيتكلم معايا؟ راني كنتكلم معاك انا. شكون انت؟ انا عائشه. عائشه اسمتها هي؟ عائشه. يعني كتكلم معايا انسيه ماشي جن. ماشي شغلك. مشكلة هذي. دابا دير راسك في بلاصتي. انا عائشه. دابا عائشه انسيه ولا جنيه؟ غير جاوبين. دابا انت اختها. شكون كيتكلم معايا دابا انسيه ولا جنيه؟ ولا هي. يا باش جلست نتكلم معاك. انا عايشه في الدار. فهمتك دابا. انا بغيت تقدر. انا فهمتك. وجلست نتكلم معاك و جنيه جلسي، يلا انسيه جلسي، صافي. و دابا انا كنحاول نمص خصي ما نتقلقش وما بيه. ولكن خاصك تداويني انا. وجلسي وجلسي جلسي بعدا جلسي. ما بغيتيش تداويني خليني نمشي بحالي. شكون كيتكلم معايا؟ انا عايشه. شكون عايشه؟ عائشة الإنسية ولا الجنية؟ لا أخت فاطمة الإنسية. الإنسية. أنا شفت من فرنسا ديريكت لعندك. يلا جلسي نتكلم معك. واش غداويني؟ إن شاء الله. مأكد؟ أكيد. مأكد؟ ولا أقسم بالله؟ تجلسي نتكلم معك. ولا أقسم بالله تنداويك. وأنت واش نقسم بالله على شي حاجة ديال الله؟ وعلاش خليتيني نجي لعندك؟ كيفاش خليتيني نجي عندك؟ كيفاش؟ واش أنت دابا كتكلم معايا بعقلك ولا ماشي بعقلك؟ أنا بعقلي. هو جيت نتكلم معاك بعقلك. لا ولكن خصك تداويني. دابا نضيعوا الوقت هكذا في هذا الكلام ونبداو في العلاج باش تعالجي وجيت ندخل في الربيع. دابا الجن كيتحكموا فيها 100% فهمتي؟ محكمين فيها وباغي يديروا الفتنه. معايا دابا انا في الدرب. باغي يديروا الفتنه هذا. ودابا انا واحد اللي ما غيفهمش هذا الشيء غيصحاب ان الانسيه هي اللي باغي دير ليا الفتنه فهمتي؟ حتى انا كيحسب لي الانسيه كيحسب لي عائشه اختك. دابا علاش فهمت ان الجنيه هي اللي باغي دير لها مشكل؟ هذه الخدمه ديالنا صعيبه صراحه. ما مش حق قدك كنا هكذا. وجيت نتكلم معك انا نتكلم معك انت وهي عاطفه باش نشرح لكم مزيان. انا مزيان نبغي نوضح باش الامور تكون واضحه للعالم. تفضل. كذا الجري كتكلم معايا. سمعوني بدايه هذه السيده انت اختها. انا غنقول اللي كاين هو كاين اللي ما كاينش ما كايناش. الله يرضي عليك. شحال معايا مزوجه؟ كنتوا عارفين مريضه؟ ماعرفناش هادشي. واسمعوني مزيان، هي بدات كتفرج في اليوتيوب عرفت هادشي في قناة ديالي وعرفت هادشي وكيما عرفتش الحقيقة قالت غير راني مريضة. جات أول مرة جيتي معندي وثاني مرة جيت معندي دازت جوج حصص. كنظن جات عندي أول ديك السيمانة دوزت حصص يعني في أسبوع دوزت حصص ما عطلتهاش ما تعطلاتش. المهم هكذاك باش نوضحوا الأمور. فملي عملت الرقية اتضحت على أنها عندها جنية صح ولا لا؟ وديك الجنية يهودية وكتقول بعد ما درت الرقية قوية وطويلة اعترفت تقول لك أنا اللي خليتها تعيش 20 سنة مع زوجها في بيت واحد وكان هي بجهة وبجهة صح ولا لا؟ وتقول لك ممنوع فيها في هاد 20 سنة لم يكن هناك الجماع كيكون أحيانا مرة في 3 شهور صح ولا لا؟ وقالت أنا الذي جعلت في هذه الفترة ديال 20 سنة ما يكونش الولادة صح ولا لا؟ واعترفتي انت واعترفت هي والجنية على ان حتى الدخلة كانت عند الطبيب صح ولا لا؟ اذا هاد الامور كلها ما كانتش باينه وعندها الامراض وتقول لك دائما تبقى حزينه وتضرب تمار في فرنسا تكمل في فرنسا صح؟ هكذا. فملي بدينا معاها في الاسلام الحمد لله التعذيب وشتي كيفاش هي 20 سنه وهي عندها اسحار كثيره كانت قويه. تكون عذبناها ورغبناها ونقراو عليها عاباش حيت الحالات كتختلف باش نوصلوا لهذ النتيجه ديال الحصه الاولى نجتهد معه وطلع تكلم والحصه الثانيه انها صافي تعترف وانا تكون مابقاش نعذبها راه قطعنا واحد المسافه طويله خصكم تفهم وهادشي وعد اي واحد فهمت ولا لا؟ انا ما تخليتش على السيده حيت تكلموا معايا بواحد التليفون باش تخلي دابا كنتكلم على الانسيه مش على الجنيه لا انا كنتكلم على الانسيه يلا هكذاك لازم حد المشكله لا هي كتصنر وكان انا بغيت الانسيه تفهم وقالت لك حاجه ما كنحملكش قلت لي ما كنكرهك كذا انا ما كنكرهكش كتحملينيش مزيان جات بالزمنه ياك جات الحمد لله جابتك جابتك ولا ما جابتكش عرفتي هذيك شنو؟ تا
طيب هي طيبة اختك، ولكن ديك اللي فيها شريرة. ايه كتسمع. اه فهمت. أيوة. اه هي الانسية كتسمع، انت محكمة فيها وباغا ديري الفتنة بيني وبينها. باغا ديري الفتنة والله. لا الفتنة ما تكونش معايا انا، عرفتي علاش؟ حقاش انا مسالم وطيب وما عنديش مشكل. لا نتعاون مع الجميع. شي تجي عندي مرة وفابور ما عنديش مشكل. الكاميرات ما عنديش مشكل. والله العمالة تنهضر. دافعه فلوس هادشي كامل. هادشي كامل وانا هادشي. اه شحال دافع عليا؟ شحال دافع عليا؟ يلا ايه اخو قول نسمع. شحال شحال؟ ماشي مشكل الناس عارفين انا ليهم. طيب اسمع، انا استقبلها مره الاولى الحصه طويله والحصه الثانيه والثالثه والرابعه وفي كاين المشكل. ها اه بغيتي غير تمشي. انا نعطيها فلوس ونقول لها بقى. واسمع انا نعطيها فلوس. شوف عندي لك كلمه. ها قلت لها عاد وصل. ها هي ما غاديش معاك المشاكل. اه يعني انت بغيتي غير تمشي. هي ما غاديش معاك المشاكل. شوفي توصل ولا تعصم كاع. صافي صافي. المهم تسبى وتمشي. نقول لك حاجه، نعطيها انا فلوس كامل ونزيد وتخليها. لا ياك المشكل في الفلوس، نعطيها فلوس كامل ونزيدها وخليها وخليها تعالج. هادشي اللي بغيتي. ها شنو بغيتي؟ بغيتي تمشي؟ لا 20 عام وانت كتعذب. والله يا ربي والله يا ربي ما ترد عليك. ربي عاش ليا هي ما بغاتش بزاف. دابا هي ماشي ما بغاتش، هي ما باغا والو، انت باغا غير السبه باش تديها. شنو بغيت؟ اسمعي اختي اسمعي، هذه اختك ياك كتخافي عليها باغا لها مصلحتها صح؟ عندكم شي خوت؟ ما عندنا غنى. باكم باكم بكم دابا انت وياها اللي كاينين. شي بحال راه ماشي مساله الفلوس، كتكلمش على الفلوس راه فهمتني. انا كنتكلم على العلاج، نعطيها فلوس كامل. هي غتعالج عرفتي شي بحال. هي ما بغاتش تعالج. عندها لي بابي فرنسا كيتسالجوا. هي باغات تعالج. انت اللي مجرمه خبيثه. اوه الناس باش تجي عندي ما كتجيش عندي. اي شكون هي؟ اختك؟ ما كتجيش عندي. يعني العدو حتى مع الاخت الوحيده ما كتجيش عندك. كنكرهها سنين. يعني جعلتوا العدو مع زوجها والعدو مع اختها. تم سنين. تم سنين ما كتشوفيهاش. عمرها ما شافتني. دابا شنو بغيتي؟ خليك خدام وخلينا نمشيو بحالنا. ياك باغي تخدم. ها شنو بغيت؟ ياك باغي تخدم ماشي شي حاجه قليله. 100 150 صافي؟ ويتي 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 وي 150 تمشي بحالها. صافي 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 صافي. شتي الجن اش كيديروا؟ وكاين اللي هكذا كيطلع يسبك في الانترنيت وناس ما يعرفوش، وفي التليفون ولا يدير الفتنه وما يعرفوش. والله انا كنعيش واحد المعاناه مع الانس ومع الجن اقسم بالله العظيم. انا دابا حنا اتصلوا عرفتي باش ملي كانت كنصمت ليك. عرفتي اش كنت كندير لها في الحياه في الدار ولا العاده دوزت عليها؟ فاش كانت اختك كتهضر بحالها هي كتقول لي لا اختك سقلت عليا في الليل وتالمت. انا قلت لهم شنو المشكل؟ وهي انا وليت كنطلب فيها بغيت عاد تسمع الصوت ديالك باش تبعد جنيه. انا كل وانا وقايقه انا ما فاهمش هاد الامور حيت ما حكيتوش ليا مباشره. انا كنقول صافي واضح.